هلو هلو حبايبي الحلوين كي جي تو يلا مع بعض النهاردة هناخد lessons 3 and 4 in the second unit اللي هو unit 6 in the second term connect plus okay let's go to know our lessons today let's play outside let's play outside يعني يلا نلعب في الخارج كده بره في الخارج هقول outside outside

لاعب كرة القدم هقول عليه فوتبول فوتبول بلاير فوتبول الفريق اسمه تيم 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 حارس المرمى اسمه جولي 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 اوكي and that's it for our lessons today اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسيش لايك شير وسبسكرايب and wait me for the next video inshallah bye bye